السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن طريقة سهلة جدا لإقصار نبات البوتس. أول حاجة زي ما قلنا يجب التأكد من الفتحات التي في أسفل الجسرية، وهنتكلم عن طريقة إكسارها من طريقة الورق وعن طريقة العقلة. مقاس العقلة يبدأ من 5 سنتي إلى 15 سنتي، وعن طريقة الماء. أول حاجة نعملها إننا نحط الورق أو العقلة في هرمون جذور أو منشط جذور لتسريع نمو وتسريع الجذور خروج الجذور، ثم زراعتها جيدا. ويجب ري التربة قبل الزراعة لتسهيل الزراعة، وعن طريق العقلة زي ما انتم شايفين غرز العقلة جيدا. بعد كده نروي مباشرة. طريقة الري هي كل 4 أيام بعد جفاف التربة، وعن طريق الماء مقاس العقلة زي ما قلنا من 10 سنتي إلى 15 سنتي، وضعها في الماء هكذا. ودي طريقة إكسار الورق في الماء، طريقة ناجحة جدا. يجب تغيير الماء كل 4 أيام، ويجب وضع النبات في مكان مضيء جدا بعيدا عن إشعة الشمس المباشرة. موعد تجدير العقلة هي من 15 يوم إلى 20 يوم تجدر العقلة، وأتمنى لكم التوفيق جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.